ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وزي الفل وعال العال. الرئيس كان بيقابل زي ما انتم عارفين رئيس كرواتيا موجود عندنا، فقام الرئيس الكرواتي بالمناسبة بعد ما قعد وخلص مقابلته واجتماعه مع الرئيس والسيدة قرنته، قاموا بزيارة لمعبد رمسيس الثاني. هذا الملك المصري العظيم ونفرتاري طبعا في مدينة أبو سمبل السياحية. اللواء أشرف عطية محافظ أسوان طبعا رحب بالزيارة جدا زي ما نقول كده عندنا بالمصري، قام بالواجب ناحية الضيف العزيز رفيع المستوى لعاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي الأقصر آسف أسوان، والأكبر المعابد الصخرية في العالم، المعبد المعجزة اللي بيشوف تعامد الشمس الفريدة بقاله 33 قرن من الزمان. وإيه كل سنة مرتين؟ هو أنت متصور إن أنا بقول لك كده علشان ده من باب إن إحنا بنغطي على يعني التغطية الطبيعية المعهودة المفهومة لتحركات الضيف الكريم؟ إطلاقا. إحنا هنا بنتكلم على ازاي الناس شايفانا، ازاي الناس مقدرة جدا 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 مش بس حجم حضرتنا، مقدرة جدا اللي احنا بنعمله وشايفين التجربة المصرية وبيتابعوها عن كثب. انا عايز استأذنك ادخل على الشرق بلومبرج على سبيل المثال، وعايز استأذنك تخش على investment.com على سبيل المثال، وعايز استأذنك تخش على رويترز على سبيل المثال، وعايز استأذنك تخش على بيانات البنك المركزي على سبيل المثال. بعد ما تقرا دول نلتقي لحد ما اطلع فاصل واجيلك. اللي يهمني جدا في مسألة الدفع بالقطاع الخاص للأمام أو في الصدارة هو إن إحنا تبقى بنيتنا التشريعية جاهزة لده. جاهزة لده يعني إيه؟ يعني جاهزة له من حيث التحفيز والتشجيع، وجاهزة له من حيث المراقبة وجودة وكفاءة وفاعلية تنظيم العلاقة. دي أهم حاجة. طيب احنا في مصر زي ما حضراتكم اكيد عرفتوا او الرئيس وجه بده، جه بعد كده الدكتور مصطفى مدبولي اعلن بانه هيتم طرح 32 شركة على مدار عام كامل، بداية من الربع الحالي حتى نهاية الربع الاول من سنة 24. 18 قطاع اقتصادي، 32 شركة. طيب هيطرحوا ازاي؟ بيع يعني خصخصة؟ لا، هنا بقى ده اللي انا بقوله لك، الدولة لما تفكر بالمظبوط تطلع نتائج بالمظبوط. فتقول والله احنا هنطرح في البورصة او للمستثمر الاستراتيجي. طب يعني ايه المستثمر الاستراتيجي؟ المستثمر الاستراتيجي ده بيخش يشتري الشركة، هو بيخش يشتري حصص كبيرة في الشركة. أما في حالة المستثمر الاستراتيجي فده بيبقى قصة تانية، ده بيخش بيقول يا جماعة أنا هاخد نسبة مثلا 4% من الشركة، 5% من الشركة، 10% من الشركة، 25% من الشركة. هو ده المستثمر الاستراتيجي. فاللي هيحصل في ال 32 شركة اللي نازلين اللي بيشكلوا أو اللي بيعكسوا نشاطات اقتصادية في 18 قطاع هتبقى كده. 18 قطاع دول فيهم إيه؟ فيهم القطاع المصرفي، ثلاث بنوك مهمة، بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الإفريقي الدولي. خد بالك بنك القاهرة والعربي الإفريقي الدولي دول بنكين أنا بحبهم أصلا بشكل شخصي، بحبهم جدا يعني تاريخيا طول عمري، ما أعرفش ليه طول عمري ده بجد والله من وأنا صغير. يبقى أنا عندي ثلاث بنوك كبيرة مهمة نطرحها في البورصة أو للاستثمار الاستراتيجي. طيب
دولة رئيس الوزراء بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة من بين الشركات عندنا شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهم شركة وطنية وشركة صافي. أنا عايزهم يفضلوا زي ما هم، بس ده أنا. في النهاية القائمين على الدولة أدرى مني بمصلحة هذه الدولة، بيبقوا شايفين الصورة الكاملة مما لا شك فيه. بس أنا بتغلب عليا انحيازاتي الفكرية، هعمل إيه طيب؟ خلونا هنا ناخد على التليفون دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي. أهلا بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا ومرحبا بسعادتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ فضل ونعم الحمد لله. الحمد لله. تحياتنا لحضرتك يا دكتور، وكنا عاوزين نستفهم منك على هذا الطرح، أهميته، مردوده، ونشرحه أكتر برضو للمشاهدين. حضرتك أقدر مني على الشرح في مسألة الطرح في كأسهم في البورصة أو أمام الاستثمار الاستراتيجي. بداية كده يعني كلمة طرح معناها ببساطة زيادة رأس المال اللي موجود في السوق. يعني احنا عندنا في السوق حوالي 197 شركة مقيدين في البورصة وليهم أسهم والناس بتتداول عليهم. حلو. الرقم ده هيزيد بمقدار زي ما حضرتك تفضلت في التقرير انه هيزيد بمقدار 32 شركة، يعني هيبقى عندنا الرقم ده قابل للزيادة ل 32 شركة خلال عام، وممكن يزيد أكتر من كده لو السوق كان فيه سيولة وكان في حالة من الرواج على حسب الظروف الاقتصادية اللي هتكون موجودة. حلو. طيب هيكون منهم موجودين 7 شركات على الأقل خلال الست شهور اللي جايين، يعني بالبلدي كده ببساطة السيزون بتاع الطرح وبتاع الأسهم دي هيكون موجود في شهر 9. هيكون بداية الحكومة طرحت الإجراءات، وضحت رأس المال بدأ يتحرك في السوق، في سيولة جديدة دخلت السوق، هيحصل نوع من الرواج مع سبتمبر المقبل. يعني الطرح ده هيشتمل 3 اتجاهات. الاتجاه الاول انه من الممكن ان الدولة تكون او الحكومة تكون بتمتلك شركات فتطرحها لاول مرة. الطرح هنا هيشتمل جزء او كل، على حسب الدراسات هتقول ان الشركات دي من الافضل انها تطرح بشكل كامل للمساهمين ان هم يشتروا الاسهم بتاعتها سواء كانوا مساهمين عاديين او استراتيجيين. جميل. او هتعمل نوع من الطرح العام مع الخاص، يعني هيكون في الحالة اللي زي كده يطرح نسب من رؤوس أموال هذه الشركات لمستثمرين استراتيجيين مع إبقاء نسبة للطرح العام اللي هم موجودين في البورصة، اللي ممكن أنا أو حضرتك أو أي حد من السادة اللي بيسمعونا يشتروا ويعملوا محافظ استثمارية ويقدروا يحققوا منها أرباح كويسة جدا. طيب الطرح الأخير أو الصورة الثالثة هي زيادة رأس المال اللي موجودة عن طريق مستثمرين استراتيجيين بيخشوا يزودوا رأس المال اللي موجود، مش بيشتروا من الأسهم اللي موجودة للشركة، لا ده هم بيزودوا رأس المال اللي موجود ويدخلوا في هذه النسبة. الهدف من النقطة دي هو إيجاد إدارة جديدة ونمط من إدارة القطاع الخاص لبعض الشركات اللي بتحتاج تطوير إداري إلى آخره من الأمور الإدارية اللي ممكن تحقق أرباح فيما بعد. طب ده كلام عظيم جدا. طب ده بالنسبه للملامح الرئيسيه، ده كله بيدور تحت اطار وثيقه ملكيه الدوله. أيوة. ببساطه الدوله تبين للعموم هي بتمتلك ايه من الانشطه الاقتصاديه ال 18 وبتتخلى عن ايه من هذه الانشطه الاقتصاديه بهدف تعزيز وجود القطاع الخاص، ان القطاع الخاص هو اللي يقود المرحله اللي جايه. ماشي. هنا بقى هيبقى عندي سؤال، مفترض انه كل الشركات او الشركات اللي الدولة هتبدأ تنزلها في الربع اللي احنا فيه ده واللي هينتهي في نهاية مارس هيتم الاعلان عنها في الجرايد وفي الجرايد يعني القومية زائد الجريدة الرسمية، وبالتالي نبدأ نشوف احنا هنشتري الاسهم ازاي. ده معناه انه، وصححني لو انا غلطان، انه مثلا افترضنا ان انا هنزل شركة صافي ما كانتش موجودة في البورصة قبل كده. نعم. ففي الحالة دي يبقى أنا هطرح صافي للاكتتاب العام. نعم. صح كده؟ وارد إن بعض الشركات تطرح للاكتتاب العام عشان هي أول مرة زي ما حضرتك تفضل، وقد يطرح جزء من أسهم هذه الشركات
لمستثمرين استراتيجيين، يعني الحالتين مطروحين. هل ممكن اعمل الحاجتين على نفس ذات الشركه يا دكتور فرج؟ اطرح جزء اسهم وجزء استثمار استراتيجي؟ وارد جدا، وارد جدا. بعض الشركات بتحتاج زياده راس مال. راس المال اللي هتحتاجه الشركات دي مش متوفر بالرقم اللي مطلوب مع الافراد، مع المؤسسات الصغيره، فبيحتاج ان هو مستثمر كبير يقدر يخش بنسب 5% او 10% او 20% الى اخره، بالاضافه الى ان هو يطرح جزء من الاسهم اللي موجوده في هذه الشركات للعام، طرح عام، بحيث ان هو يوزع المخاطر ويزود السيولة اللي موجودة في السوق. ده أمر طبيعي وأمر جيد جدا يعني. طيب ده عظيم جدا. أنا أصلي أتذكر كان من حوالي 3 سنين أو أكتر شوية، كانت حتى أرامكو السعودية عملت نفس القصة، طرحت أسهم لزيادة رأس المال للاكتتاب، وكانت مطروحة وقتها للمواطنين السعوديين أولا قبل أن تطرح للعرب أو الأجانب، وحققت أرباحها فيما بعد ذلك. نعم، هو بالتأكيد عملية الطرح أو زيادة الشركات المطروحة في البورصة بتعزز من السيولة اللي موجودة في السوق، بتدي فرصة للناس اللي عندهم أموال أو مدخرات ومش عارفين يودوها فين، خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الفايدة الحقيقية. زي ما حضرتك عارف إن الفايدة الحقيقية هي عملية خصم معدل التضخم اللي موجود من سعر الفايدة اللي موجود في البنوك. أيوه. وبالتالي بيدي فرصة كويسة جدا ل الناس اللي ممكن تكون ضحية لمثال المستريح والقضايا المشهورة جدا. صح. ومليارات اللي احنا بنسمع عنها موجودة من أسوان لحد اسكندرية، بنسمع عنها كل فترة أموال للناس بتضيع وحقوق بتضيع في مقابل انه وعود وهي، بينما في حالة الطرح هتكون في اعتقادي هي فرصة جيدة جدا للناس اللي عندها أموال وحابة ان هي تستثمرها استثمار طويل الأجل. استثمار في البورصة ببساطة معناه أن حضرتك بتشتري أسهم في شركة كذا وشركة كذا، يعني بشتري نصيب في الشركة مالك. بشتري منها حتة. بالضبط كده، مالك للشركة، مالك بنسبة كذا، بنسبة. صح. الأسهم المملوكة أو بنسبة الأسهم اللي موجودة في المحفظة بتاعت حضرتك. عشان كده هو يعني خيار جيد جدا، ويعني خلال الفترة اللي جاية هتشهد البورصة نشاط قوي جدا، وهنشوف أرقام حلوة جدا في مؤشرات السوق. إذن دكتور فرج، تنصح الناس بأن هم يخشوا في هذا النوع من الاستثمار؟ يعني إحنا زمان أيام الجامعة كانوا يقولوا لنا أول ما شركة تنزل اكتتاب اجري هات أسهم فيها بسرعة. وأبرز في شركة خاصة بالاتصالات بخدمات المحمول والتليفون عموما، مشهورة جدا، شركة مصرية لها ما زالت الحكومة بتمتلك فيها جزء، وتم طرحها في 2000 على ما أتذكر 2005، وهي أبرز مثال على الطرح. شوف سهمها كان بكام أيام ما نزلت السوق، ودلوقتي سهمها بكام، شوف توزيعات الأرباح بقت بكام. لا، أرقام كويسة جدا، ويعني أنا أرشح اللي عنده أموال وعنده مدخرات إن هو يستثمرها. وقدامنا حالة من الاثنين، الحالة الأولانية لو هو فاهم يعني إيه سوق ويقدر إن هو يدرس الاسهم اللي هو هيشتريها فيقدر يشتغل على المحفظه بنفسه. الحاله الثانيه ان زي ما حضرتك تفضلت في التقرير، شركات الوساطه وبيوت الخبره المسجله والمقيده في هيئه سوق المال لديها من الخبراء ولديها من صناديق الاستثمار اللي ممكن تدير الاموال في ضوء دراسات قويه جدا، وتجنب المخاطر وتجنب الخسائر تماما، بهدف الوصول الى افضل عائد ممكن ل اصحاب المحافظ اللي ما عندهمش خبره ان هم يدخلوا بنفسهم ويشتروا ويبيعوا في السوق. عشان كده انا ارشح اللي عنده جزء من مدخراته وحابب ان هو يخش في الشركات اللي هتنزل دي، فرصه كويسه جدا. هيشوف الاسهم بتاعته دي بعد سنه وبعد اثنين الارقام بتاعتها تتضاعف، بالاضافه طبعا انه بيبقى فيه ربح سنوي اللي هي توزيعات الارباح السنويه اللي بتقرها الشركات، فدي هترجع في شكل عوائد مباشرة في المحفظة بتاعت المستثمر الصغير أو المستثمرين الأفراد يعني. طبعا أنا بشكرك جدا يا دكتور فرج، كل الشكر لدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. زي ما بقولك كده، حالات شديدة الندرة إنه سهم يتعمل عليه اكتتاب وسعره ما ينطش لفوق إطلاقا، صعب جدا في مصر تحديدا. أنا لا أتذكر أنه في سهم اتعمل عليه اكتتاب وخيب، لا أتذكر، عشان بس لا أجزم يعني،
لا اتذكر ان في سنه متعمل عليه اكتتاب وخايب. فانا اقول لك معاك ربنا، مش هقول لك تعمل ايه، تحر. الشركات اللي نازله حلوه، يعني ثلاث بنوك اللي نازلين حلوين. الشركات اللي مطروحه من ملكيات القوات المسلحه الجيش المصري حلوين قوي قوي. بقيه الشركات لسه معرفش اسمائها، بس في المطلق توكل على الله. تعال بقى نروح لايه؟ لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. المجلس نشر تقرير معلوماتي بيتناول صناعه الالكترونيات في مصر. طيب في ثلاث شركات عالميه، هم ايه؟ ايوه نوكيا واوبو وفيفو وسامسونج، صح كده؟ وسامسونج. احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده لسه من كام يوم مع رئيس لجنه الاتصالات في مجلس النواب. نحن ننتج، او بالادق نحن بدانا في ان احنا ننتج هذه الانواع الثلاثه او هذه الماركات الثلاثه من التليفونات عندنا في مصر. استثمارات 2 مليار. طاقة إنتاجية سنوية قد إيه بقى يا مولانا؟ 20 مليون جهاز محمول. الحمد لله والشكر لله وما شاء الله والله أكبر. التقرير بتاع مركز المعلومات تابع لمجلس الوزراء بيقول إيه؟ ده بجانب لإنتاج مصنع لشركة أوبو بتكلفة 20 مليون دولار. ده لوحده أوبو ده طاقته الإنتاجية السنوية 4.5 مليون وحدة. اوبو بس. يبقى انا عندي نوكيا فيفو، عندي اوبو، عندي سامسونج. حاجه عظمه جدا اظن يعني. طيب والدوله خدت مجموعه من القرارات او التشريعات المتعلقه بتسهيل صناعه الالكترونيات في مصر، وبتديلها اعفاءات رسوم التنمية وما إلى ذلك على مكونات الإنتاج اللي هتخش عشان تنتج هذا المنتج عندنا، هذا التليفون، هذا الجهاز ينتج عندنا. بغرض إيه؟ تشجيع هذا النوع من الاستثمار. معانا على التليفون دكتور ريم إبراهيم، مدير عام البحوث والتصميم بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. إيه الفتوح ده كله يا فندم؟ تسمح لي كده اقول لحضرتك في الاول وللساده المشاهدين، رؤيه الدوله من الاول وصولا لهذا الانجاز ان احنا بقينا في مركز اقليمي لصناعه وتصميم الالكترونيات. قولي لي يا فندم ارجوكي. يمكن الاول صناعه الالكترونيات تعتبر من اهم الصناعات عالميا. ليه؟ حجم السوق بتاعها بيصل 3 تريليون دولار امريكي، وده طبعا دراسه 2020. كثير من الدول اللي اعتمدت في نجاحها وقصص السوري بتاعتها كالصين والبرازيل وماليزيا، ودي اهتمت بتطوير الصناعات الالكترونيه كاهتمام اولي ورئيسي لعمليه التنميه. تعال نشوف بقى مصر عملت ايه. اوكي. بدايه من رؤيتنا في 2016 الاجنده الوطنيه لرؤيه مصر 2030. اهم حاجه كانت بالنسبه لنا تحقيق مبادئ واهداف التنميه المستدامه. اهم هدف فيها المكانه الرياديه اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليها النهارده، وبنتكلم عليها من خلال مجموعه من الشركات هنشوف ليه برضه التصنيف الالكتروني ده ليها. المهم الاهداف التنمويه واهداف الدوله، وبالذات بعد ما حسينا علاقاتنا الحمد لله بافريقيا، فكان من اهم الدفع عمليه الانتاج دعم تعزيز الشراكات الاقليميه والدوليه. وده احنا شايفينه النهارده، هتلاقي حضرتك معانا في كوريا الجنوبيه، معانا في فنلندا، معانا في الصين، كل دي شراكات عالميه، شركات متطوره تكنولوجيا وهتقدر ان هي تعمل اضافه على الاراضي المصريه. حلو. زي ما حضرتك تفضلت في الاول وذكرت موضوع الاستثمار، اهم حاجه لتوطين صناعه الالكترونيات هي عمليه الاستثمار. طيب الدوله اتخذت خطوات ايجابيه، عملت على اصدار تشريعات وقوانين بتقدم من خلالها الضمانات والحوافز علشان نجاح الاستثمار وعشان تحافظ على حقوق الناس اللي جايه تستثمر خارجيا لمصر. زي ما حضرتك تفضلت
وبرضو التشريعات والقوانين للإحصاء الضريبي على بعض الأنشطة طبعا والفترات الزمنية بأرباحها مثلا بحيث إنها تسهل جذب الاستثمارات. مش كده بس، لموقع مصر الاستراتيجي، وجود قناة السويس، العمل على كثير من المحاور زي محور السخن الدخيلة، ده كل ده بيسهل عمليات النقل. أهم وأعظم حاجة طبعا البنية الأساسية، وده طبعا كلنا شايفينه كمواطنين، اللي هي الإنجازات اللي حصلت بالارتقاء بشبكات الطرق والكباري. عارف حضرتك دي لوحدها نقلت في التصنيف المصري لجودة الطرق 85 مركز مرة واحدة من 113 ل 28 تقريبا. 90 مركز نعم يا فندم؟ 90 مركز مركز عالميا في 2020. ده كله نتيجة الإنجازات اللي احنا بنعملها. طب ده كله ليه؟ علشان تطوير الصناعات عامة والصناعات الإلكترونية. زي ما قلنا من أهم الصناعات اللي احنا شايفينها صناعات الهواتف الذكية، وصناعات أهم حاجة الألياف الضوئية. فدي من الصناعات المهمة جدا لازم نبقى عارفينها إنها دي على طريق تطور. بمعنى إن أهم قطاع علشان يتطور على أساس كافة الصناعات هو قطاع الاتصالات. حضرتك طورت قطاع الاتصالات، طورت خدمات الاتصالات، قدرت إن أنت تطور العملية الإنتاجية في أي مصنع أو في أي جهة إنتاجية. طب دكتور ريم، أيوه ده اللي أنا عايز بقى كنت أسأل عليه يا دكتور. يعني هل أنا أقدر أقول النهاردة إن مصر فيها بنية أساسية متكاملة لصناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا بشكل عام؟ ده حضرتك واضح من التقرير المكتوب. احنا حلو. بدأ يتم تشغيل مصنعين لإنتاج الألياف الضوئية. الألياف الضوئية دي بتعمل ايه؟ ما هي البنية التحتية للاتصالات اللي هي بتدي لحضرتك حاجة اسمها الباند ويدث، يعني بتنقل داتا عالية وبكفاءة عالية، فبالتبعية تدي لحضرتك انترنت أسرع. ده يفيدني في ايه؟ ده يفيدني في عمليات التحول الرقمي اللي انا شغاله فيها على مستوى الدوله كلها. عايزه اعمل حوشبه اتحاديه، عايزه اخزن معلومات، عايزه اعمل تطبيقات انترنت الاشياء. يبقى انا كده انا بدعم هذه الصناعات. ده من خلال طبعا البنيه التحتيه. انا عندنا حاليا بنيه تحتيه قويه من خلال صناعه الالياف والمصنعين الموجودين دول طبعا. عظيم. طبعا بالاضافه الى اهتمام العديد من الصناعات الثانيه زي ما حضرتك شايف كده التطورات العالميه اللي حصلت فجاه كده على بعضها. يعني احنا مشيت في التنميه بتاعتنا فوجئنا بوجود الكوفيد 19، فوجئنا بالحرب الروسيه الاوكرانيه، كل ده عمل تضخم عالمي اثرت على سلاسل الامداد. بقى عندك مشكله، ما فيش قدامك حل غير الصناعه الوطنيه. اصل هي معادله بسيطه جدا، صناعة يبقى عندي إنتاج هلبي احتياجات السوق، هصدر، هقلل الواردات. أهم نقطة تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية. طب أنا عندي سؤال أعتقده مهم يا دكتور وأتمنى ألاقي إجابة. هل أنا، لأنه حضرتك ذكرتي بقى مسألة أزمة كوفيد 19 وما إلى ذلك، هل أنا في مصر أقدر أعمل أو أصنع رقائق إلكترونية بحيث إن أنا ما اتحطش تحت وطأة زي اللي اتحطيت عليها، اتحطيت في سبب بسببها في وقت كوفيد 19؟ الرقائق الإلكترونية زي ما حضرتك عارف أكتر مني بمراحل وقفت الصناعة في العالم. تمام. هل إحنا نقدر نعمل ده أو هل إحنا بنجهز لده بمعنى أدق؟ مشكلة الرقائق الإلكترونية دي مشكلة عظيمة جدا تصاعدت في خلال استمحلت تفضلت وقلت ساعه تراك كورونا. دي اثرت على خطوط الانتاج ووقفت صناعات قويه جدا زي قطاع السيارات. اصلا ما بقاش موجود الرقائق الالكترونيه الوحده الاساسيه. طب هل انا قادره على تصنيع رقائق الالكترونيه؟ ده محتاج قرار استراتيجي زائد استثمارات هتصل مع حضرتك ل 20 مليون دولار. ده عشان تستثمر. طب انا بعيده؟ لا احنا مش بعيد. بمعنى ان حضرتك عندك 20 شركه في مصر قادره على التصميم المحلي والعالمي، هي اللي بتعمل التصميمات وتبيعها شركات في الاخر. الشركات بره مصر. حجم الصادرات في 2020 وصل اكثر من 130 مليون دولار، ده فقط من عمليات التصميم. محتاجين تشريعات طبعا وهتساعدنا في الموضوع ده. حاسب ضريبي كثير من محتاجه نوع من بناء القدرات والكوادر الفنيه
في التخصص نفسه، محتاجه العديد من الاجراءات عشان حضرتك تصنع رقائق. لازم تعمل حاجه اسمها مسابك او فاد، دي جوده تكنولوجيا الانتاج بتاعتنا مؤمنه باعلى درجات التامين والسريه، اهم حاجه السريه. كمان مملوكه لشركات عديده جدا، هتلاقي حضرتك مثلا سي ام سي، تي اس ام سي، سامسونج، انتل، اللي هي شركات عالميه هي اللي معاها القدرات البحثيه والقدرات الانتاجيه للحاجات دي. الماكينات كمان المستخدمه بتحتاج وقت التصنيع حديثه، بتستخدم تكنولوجيات تصنيعيه كبيره، في قيود واجراءات في استيراد المكونات، اجراءات تقنيه، في بعض المعوقات الكثيره اللي بتقابلنا، لكن حضرتك مش بعيد باذن الله. باذن الله بإذن الله إن شاء الله مش بعيد، وإن شاء الله قريبا. أنا أشكرك جدا يا دكتور ريم، كل الشكر ليك دكتور ريم إبراهيم، مدير عام البحوث والتصميم بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع. إحنا إيه مش فاصل صح؟ طيب مايكروسوفت يا جماعة، إحنا بنتكلم بقى النهاردة اسمه تكنولوجيا. مايكروسوفت أعلنت عن أحدث أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي، تحويل النص لكلام صوت ماشي، باستخدام نموذج اسمه فال اي، صح كده اظن، بيعمل محاكاة لصوت الشخص عن طريق عينة صوتية مدتها 3 ثواني. انا كل ده لسه عمال اقول معاكم اللي ايه اللي انا فاهمه، عشان كده هقول لكم بقى على الحاجة اللي في مخي اللي انا مش فاهمها. طيب المحاكاة دي او التقليد ده بينطبق على صوت الشخص وعلى النغمة العاطفية للشخص اللي بيتكلم، إلا إنه بحسب باحثين ده بينطوي على مخاطر إساءة الاستخدام. السؤال بقى، طب إيه الفرق ما بين ده وما بين الديب فيك؟ ما هو الديب فيك ده أنا بطلعك صوت وصورة، يعني أنا أقدر أعمل لك ديب فيك باراك أوباما مثلا بيقول مصر أعظم دولة في الدنيا وأنا جاي بكرة، بصوته وبوشه وبعواطفه واختلاجات ملامحه وهكذا. خلونا ناخد معانا الدكتور أحمد الجمال، أستاذ علوم الحاسب ورئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي بجامعة رينجرز الأمريكية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يوسف، جامعة رينجرز في نيوجيرسي في أمريكا. معلش وعليك السؤال ده، السؤال اللي أنت قلته ده مهم جدا جدا. هو الموضوع بتاع ان احنا نعمل اصوات لاي صوت، تقليد لاي صوت، محاكاه لاي صوت، ده مش جديد طبعا، ده بقاله مده. وانت حضرتك قلت الديب فيكس بالظبط، هو كده، هو الديب فيكس بتعمل كده. هو التطور هنا طبعا تطور في ازاي ان انا اخد بصمه صوت من 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 8 ثواني او جزء صغير جدا من الحديث، اقدر عن خلاله اعمل نصوص غير متناهيه للشخص ده، كلام محاكي لكلامه. بالاضافه لكده طبعا التكنولوجيا دلوقتي في ثوره كامله، ان احنا نقدر مش بس نحاكي الصوت، ممكن احاكي الصوره والصوت والصوره، واعمل فيديو كامل اخلي زي ما حضرتك قلت اوباما يقول اي حاجه ما قالهاش، او اخلي اي حد يقول اي حاجه ما قالهاش. مش بس كده، انا ممكن دلوقتي كمان التكنولوجيا ممكن اكتب تكست، اكتب نص، واحول الكلام ده لصوره، احول الكلام ده لفيديو، احول الكلام ده لحاجات كتير. ففي ثوره كامله في التكنولوجيا في الكام شهر اللي فاتوا، وثورات مهوله حصلت في العالم ممكن اتكلم عنها. موضوع الشات جي بي تي عامل ثوره هنا كامله، مخيفه بالظبط كده. هو مش هيخش مصر بقى يا فندم. يعني باختصار انت السؤال بتاعك ده كان ممكن تساله او خلال سنه او حاجه، ممكن بالعربي ممكن هتساله للشات جي بي تي، تساله السؤال بالظبط وهو هيجاوبك، وممكن تحط الاجابه دي على اي صوت، على صوت احمد زويل مثلا هو هيجاوبك الاجابه دي. يعني فأنا مستعد من أن تكلمني وهيبقى الإجابة جاهزة في أي صوت أنت عايزه. أنا خايف يا دكتور أحمد تكون مش حضرتك اللي بتكلمنا ويبقى حاجة AI هي اللي بترد علينا دلوقتي، أو أنا شخصيا مش يوسف. طب دكتور أحمد، أنا عندي عندي سؤال صحيح، بخصوص بما أن احنا ذكرنا تشات جي بي تي، هو ليه مش شغال في مصر؟
لا هو حاليا هو الاكسس بتاعه لسه ليميتد، مش فاتحينه لكل الناس لسه. هو لسه تجريبي حاليا، من اول ديسمبر بدا ولسه تجريبي، ولازم عشان تستعمله يكون متاح في اماكن محدده في العالم، لسه ما فتحوش بصفه عامه لسه. فهو قريب جدا هيبقى متاح في العالم كله طبعا، بس هيبقى لسه برضه باللغه الانجليزيه، وهيبقى تطويرات بعد كده ان هو يبقى بلغات ثانيه. يعني حاليا موجود من نسخه بالعربي بس مش بنفس كفاءه النسخه الجديده خالص. اعتقد النسخه العربي ناقصه حاجات متخلفه عنها. النسخه العربي متخلفه تماما عن النسخه الانجليزي بسنه او سنتين، وفي لغات ثانيه طبعا لسه برضه ما اتعملتش، بس التكنولوجيا نفسها موجوده، ومساله شهور وممكن هتلاقي نسخه عربي موجوده ونسخه فرنساوي موجوده ونسخه صيني موجوده، وهيبقى متاحه التكنولوجيا دي لكل حد. الاستثمار فيها دلوقتي مهول جدا، مايكروسوفت حطت مليارات من الدولارات استثمار في الشركه اللي عملت الكلام ده اللي هي اوبن اي اي، ان هم بيملكوا حصه كبيره فيها، وده بالنسبه لهم هو المستقبل كله يعني. ففي دلوقتي سمعنا طبعا ان جوجل الشركه المنافسه عملت نفس الكلام، عملت النسخه اللي شات جي بي تي عندها سميته بارد، لسه طالع يومين، هيبقى ان هم بالنسبه لهم ده حياه او موت يعني. جوجل ممكن جوجل حاسس بالتهديد. انا اعتقد الخطه وضعها ايلون ماسك لانه ايضا هو مشارك في اوبن اي اي، هو تحس ان هو اللي عمل الخطه علشان يضرب جوجل، يعني عاوز يعمل حاجه. هو بالظبط هو ذكي. اي اي اسست بايلون ماسك وواحد تاني، بس هو حصل بينهم خلاف ان هي اوبن اي اي عملت اول كمنظمه غير ربحيه اول، مش كشركه، بس في وقت من الاوقات لما لقوا التكنولوجيا اللي عملوها دي ليها فوائد كثيره ممكن تبقى لها سوق يعني، ففي اختلاف حصل وايلون ماسك خرج من الموضوع خالص، بقت شركه، ومايكروسوفت هي اللي اخذت الجزء الاكبر من الاسهم فيها، وهي حاليا اكبر مالك فيها. عظيم جدا، اشكرك جدا يا دكتور احمد، نورتنا وشرفتنا وافدتنا كما جرت العاده. دكتور احمد الجمال استاذ علوم الحاسب ورئيس معمل الذكاء الاصطناعي بجامعه روتجرز. فاصل ونكمل الكلام. لعبنا حلو، مش انا زملكاوي بقول لك لعبنا حلو، كان في كوره مصري حلوه في الملعب النهارده، وما فيش حاجة اسمها الأهلي خسر أمام ريال مدريد، في حاجة اسمها لم يفز الأهلي، لم يحالفه الحظ. أنا من أنصار الصياغات اللي أشوفها أحيانا كده تسميها المتوازنة يعني. مش دخلنا جول، مش احنا 4-1، ماشي الحال. احنا في النهاية خالص الأهلي لعب قدام مين؟ لعب قدام لو ما قلتلكش أقوى، يبقى واحد من أقوى 3-4 أندية في العالم، نادي الأبطال ريال مدريد يعني. ما وبالتالي أنا ما شوفش إنه الموضوع وحش، إحنا لعبنا ماتش كويس، حققنا هدف، وده أنت عارف يعني إيه تدخل جول في شباك ريال مدريد؟ ده لوحده حدث، ده لوحده حدث، وأنا بكلمك بأمانة والله، يعني مش رفع معنويات وكلام من ده إطلاقاً. أنا شخص صادم طول عمري كده، بخش أرشق في الحيط. الأهلي لعب حلو، والأهلي ضغط، والأهلي عمل هجمات حلوة، وبالذات في الشوط الأول، وبالذات في أول ربع ساعة كان شغال حاجة زي السكر بصراحة، سكر والله العظيم بأمانة. خلاص تمام 4-1 حلوين، تمام ماشي مش أزمة، بعون الله المرة الجاية هنعمل ماتش أحلى، ومين عارف يمكن نكسب قدام ريال مدريد مش قدام فلامينجو. أنا أتمنى إن احنا نكسب فلامينجو بإذن الله. خلوني أخد معايا على التليفون كابتن محمود عبد المنعم شطة، أحد أبرز وأهم نجوم الأهلي في الزمن الجميل. إزاي حضرتك يا كابتن؟ أهلاً وسهلاً. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام، هاردك النهارده، هاردك. معلش عدت ما يجراش حاجه، بس ايه راي حضرتك في الماتش؟ وطبعا الماتش كان فيه يعني ابس اند داونز، مره تلاقي الاهلي كويس ومره تلاقيه شويه كده، وتلاقي ريال مدريد بيعلى شويه، وتلاقي الاهلي
لكن حقيقة مباراة أثبتت إن النادي الأهلي ده نادي قوي جدا، لو استطاع إن يكون في تركيز شديد للعيبة وعندهم الأسلوب الاحترافي الكبير عشان يتعاملوا مع 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 لعيبة بهذا المستوى. النتيجة دي يعني غير منطقية أو غير واقعية، لأنه جولين في آخر دقيقتين دي يعني دي حاجة بس بتوري إنه الفريق ما كانش مركز، لكن طوال المباراة كانت الحقيقة الأهلي أضاع هدفين مؤكدين، واحد من محمد عبد المنعم الكرة بتاعت الهيدنج دي، واحدة بتاعت أفشلي، واضح إنه وصلنا للجول أكثر من مرة، واضح إن هناك طبعاً عندنا قدرات، وكنا الحقيقة متفائلين جداً إنه النتيجة 2-1 إن يكون هناك أمل في أي هجمة مرتدة أو أي نتيجة مرضية نلعب إكسترا تايم يكون حالتنا الحظ. بس الحقيقة إحنا أدينا أداء كويس، إحنا الجولين اللي في الآخر دول أعتقد إنهم أنلاكي نتيجة عدم تركيز بس، لكن الحقيقة الفريق جاب متماسك طوال المباراة، بدأ المباراة شوية كده حايب الموقف، بعد كده بدأ يسيطر على الموقف وعرف إنه الحقيقة الون أجينست ون أو الواحد ضد واحد أصبحت يعني الحقيقة حسين الشحات كان بيأديها بشكل جيد جدا، وعمل الحقيقة شكل خطورة كبيرة جدا من الناحية اليمنى. لولا سوء التوفيق في كرة محمد عبد المنعم اللي ضيعها دي في قلب الستة ياردة برأسه، وكرة أفشل الحقيقة يعني سهلة جدا جدا، لولا الموقف كان يعني بالنسبة له هيجيب جول في ريال مدريد خض فشاطها بشكل مش كويس. لكن أنا بحيي النادي الأهلي وأقول له هارنك، النتيجة 4-1 دي نتيجة غير يعني غير مش عايز اقول منطقيه لكن غير حقيقيه، النتيجه 2-1 ممكن فهي لا تعبر عن سير المباراه طبعا. كانت ممكن تتلحق، لكن في النهايه زي ما حضرتك قلت يا كابتن شطه الاهلي لاعب حلو، وباذن الله الجايات احسن بكتير. كل الشكر ليك كابتن محمود عبد المنعم، كابتن شطه نجم نجوم الاهلي، زي ما كنت اقول لكم كده في الزمن الحلو يعني زمن النجوم الكبار جدا. خلينا ناخد بعضنا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طيب اهلا اولا بحضراتكم، ده نمره واحد. نمره اتنين، مصر عانت لفتره ما هياش قليله على الاطلاق، وقل لعقود حتى وان كانت قليله بس هي عقود، من اصابات واسعه بالسرطانات. ودايما احنا نقعد نتساءل ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو كان موجود زمان واحنا مش واخدين بالنا مثلا، ولا هو اصبح موجود بزياده؟ بعضنا يقول يمكن يكون بسبب الكيماويات اللي بتتحط على الأكل والشرب والمبيدات وكلام من ده، كل ده قد يكون من باب الاجتهاد. لكن كان عندنا واقع مؤلم، الواقع المؤلم بيقول إن إحنا بلد مليانة عقول ومليانة أساتذة ومليانة دكاترة، بقولها لك للمرة المليون، وانتوا عارفين تقريبا بقول الكلام ده تقريبا كل يوم، دكاترة مطلوبين في كل حتة في العالم على أول الليستة، عايز مصريين. أنا ليا صحاب دكاترة بيشتغلوا في إنجلترا في أدخل مستشفيات، بيطلب المصريين بالاسم، إحنا عايزين المصريين. في فرنسا عايزين مصريين إلى آخره. هل اشتغلنا كما يجب زمان؟ طب قول للزمان ما ترجعش يا زمان، خلصت. لكن الجيد في الموضوع انه الدولة اصبح في عندها اهتمام حقيقي رئيسي كامل بصحة المصريين في اكتر من مبادرة يمكن حضراتكم حافظينها اكتر مني. بس النهاردة عايزين نتكلم شوية على اهتمام وجهود الدولة في مواجهة الاورام السرطانية. عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ طيب انا عندي تقريبا اظن 57 مركز في الجمهورية. خلوني أفهم أكتر ونعرف أكتر ونرحب أولا بضيفتنا العزيزة داخل الاستوديو دكتور نيرفانا حسين، أستاذ مساعد بقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة حلوان ومقرر اللجنة العلمية،
خد بالك بقى، للمبادرة الرئاسية لمكافحة الأورام. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. الدنيا عندنا برد تلج، جو سويسري. دي حقيقة. لأن يعني إحنا عاملين كده برد مش عشان حاجة، عشان التقدم ليس إلا. أوكي خلاص لو كده أوكي. خليني هسأل الأول على إحنا عندنا إصابات الأورام في مصر، ترتيبنا فين على العالم لو في إحصائيات من النوع ده؟ احنا الـ في الفترة الأخرانية يمكن يبان ان اعداد الإصابات زادت، ولكن هو في حقيقة الأمر ان الوعي بتاع الشعب بقى أفضل. بمعنى ان احنا زمان كان المريض بيفضل خايف يكشف، خايف يروح، خايف، فبالتالي يا اما بيتشخص في مراحل متقدمة او بيتشخص في المراحل او اوريدي ما بنعرفش عنه حاجه، يعني بيحصل ان الحاله بتتاخر وهكذا وما بنعرفش اوريدي او ما بيسجلش في الوزاره. يعني بالوقت وبالوعي بدات الناس تعرف تروح تكشف، مع طبعا المبادرات الرئاسيه بدا يبقى فيه فحص دوري، بدا يبقى فيه اعداد، فبالتالي بقينا الاعداد او حالات السرطان بقت باينه، وبقينا بنشوفها كل يوم باعداد احنا بنبقى شايفين انها بتتزايد، بس هي الحقيقه لا، هي يعني بس بقت بتتشخص، فبقى فيه تشخيص اكثر دقه بالزبط. ووعي اعلى لدى المواطن، فبقى بيروح علشان يفهم بالزبط. ويعرف ويتاكد بالظبط بالظبط. طيب ايه اللي مصر قامت بيه خلال السنوات القليله الماضيه للوقوف قدام المرض الملعون ده؟ الحقيقه الدوله المصريه في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا يعني حطت ملف الاورام من اولويات ملفات الصحه، فده بدا بسياده الرئيس، بدانا من المبادرات الرئاسيه. خلينا نتكلم عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ودي كان هدفها الأساسي طبعا الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. بدأت المبادرة دي بأن هي تعمل فحص دوري في حوالي 3538 وحدة صحية في حوالي 27 محافظة عشان تغطي الجمهورية بالكامل، بحيث أن كل سيدة تبقى قريب منها أقرب وحدة صحية أو أقرب مركز عشان تروح تعمل الفحص الدوري. وبعد كده لو احتاجت فحص متقدم، بمعنى ان لو اتعمل الفحص الدوري واحتاجت انها تعمل فحص الماموجرام، بتتحول الى احد الاماكن اللي بقى فيها الفحص المتقدم، زي وحوالي 102 مستشفى كانت مجهزه لدوت. وده طبعا يعني في الفتره دي وصلنا لما يقرب من 33 مليون سيده للفحص الدوري في خلال الفتره من 2019 مع بدايه المبادره لحد دلوقتي. تم تشخيص قد ايه بسرطان ثدي بالفعل واحنا ماشيين بنعمل الفحص الدوري؟ حوالي 16740 او 750 الى وقتنا هذا، يعني تم علاجهم باحدث البروتوكولات. فبالتالي انت قدرت في حوالي 3 او 4 سنين ان انت تقدر تعمل فحص دوري اكتشاف مبكر، قدرت ان انت تحول من، وده هدف المبادره الحقيقه واللي في وجهه نظري ده نجاح كبير ليها، ان بدل ما انت بتشخص معظم الحالات في حالات متاخره، بدات ان انت تقلل الحالات المتاخره اللي بيتم تشخيصها، وبترفع الحالات اللي في مراحل مبكره، فبالتالي بتوصل للشفاء التام ان شاء الله. هل ده مرض يشفى منه؟ طبعا طبعا، بس بشرط الاكتشاف المبكر، وده وعي الدوله المصريه ان احنا بدانا دلوقتي في وعي ان الاكتشاف المبكر معناه شفاء تام. كل ما اكتشفت تام ايا كان مكانه او نوعه، ايا كان مكانه، الاكتشاف المبكر بيعني الشفاء التام. اذا تم وضع الـ 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 الخطه العلاجيه مظبوطه، بيتم الشفاء منه بالتام. طيب ايه اللي احنا عملناه كمان في خلال المبادره، او ايه كانت اهداف المبادره؟ هي المساواه بين المواطنين. بمعنى ايه بقى؟ ان تم توحيد كل بروتوكولات العلاج في كل المراكز او المستشفيات، سواء كانت مراكز وزاره الصحه سواء كانت المستشفيات الجامعيه. كل سيده بتشخص بسرطان ثدي فهي بتتبع بروتوكول علاج موحد في كل المراكز والمستشفيات. كنا زمان كنا بتلاقي مثلا ان ممكن، انا رايي ان خط العلاج الاول ممكن ادي كذا، خط العلاج الثاني ممكن ندي كذا، مفيش كده في المبادره. المبادره هو توحيد للبروتوكولات العلاجيه، فأصبحت السيدة أيا كانت مكانها، أيا كان مستواها الاجتماعي، أيا كان هي عايشة فين، هي بتتعالج بنفس الطريقة وفقا للمركز اللي هي بتروح له. يعني إحنا حاطين بروتوكولات موحدة في كل مكان بالظبط كده لسرطان الثدي وفقا للمبادرة الرئاسية. وده في الخطوات القادمة، المبادرات الرئاسية هي هتشمل معظم الأورام أو كل الأورام، هتبقى تباعا، وبالتالي هيتحط نفس الاستراتيجيه دي في كل الاورام
على الفترات اللي جاية بإذن الله. أنا يمكن بدأ اهتمامي الفعلي بالمسألة في وقت مرض والدي الله يرحمه، لأنه هو جاله سرطان، فبدأت أقعد أقرأ فيه وأقرأ في الأبحاث اللي بتحصل في الدنيا على قدي، مش أبحاث المتخصصين. فيمكن حتى كان في علاج تجريبي لسرطانات المخ، وجيمي كارتر نفسه خضع لهذا العلاج التجريبي وشفي منه، وكان ده حدث يعني بريك ثرو، أظن كان من حوالي 6 سنين دلوقتي، وقت ما كارتر أكتر كمان، وقت ما كارتر خضع لهذا العلاج وشفي. فأنا قلت طيب يعني بيشفى. السؤال بقى، هل الـ 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 الأنواع من العلاجات الجديدة اللي هي يمكن تكون بعضها خاضع للتجربة بره، وبعضها أظن أصبح مطروح، يعني في علاج جديد لسرطان القولون موجود في أمريكا، أنا أفتكر حضرتك اسمه حتى أنا كاتبه عندي على الموبايل والله، وعارف سعره كام بالدولار، وعارف الكورس قد إيه وكل الكلام ده، وكتر ما أنا مهتم بالقصة وخايف، مش خايف على نفسي على الإطلاق، خايف على الناس. هل إحنا بنجيب الحاجات دي؟ هل بنضمها زي ما حضرتك قلت لنا كده للبروتوكولات بتاعت العلاج؟ طبعا احنا في الفتره يعني في حوالي 10 سنين اللي فاتوا اقدر اقول ان معظم الادويه هي جوه مصر، يعني ما تقدرش تقول ان انا ما بقاش زي الاول ان المريض عشان يتعالج كويس لا لازم يسافر بره عشان يتعالج كويس. أيوه. او يقدر يلاقي الدواء خالص. احنا بقى عندنا يعني احنا اكسسبيليتي لجميع انواع الادويه، سواء كانت الادويه العلاج الكيميائي، العلاجات الموجهه، العلاجات المناعيه، وبأسعار معقولة جدا جدا على فكرة. يعني عندنا هيئة الشراء الموحد بتعمل شغل كويس قوي، ان هي لسه هسأل السعر بتوفر. هيئة الشراء الموحد عملت حاجة جميلة جدا، انت بدل ما انت كنت كل جهة على حدة بقى في هيئة، الهيئة دي بتقدر ان هي المتحكمة او اللي بتورد لجميع المستشفيات والمراكز اللي موجودة في مصر، فده طبعا خلاها ان هي تقدر تنزل في أسعار الأدوية، فالأدوية بقت في متناول الجميع. في البروتوكولات العلاجيه لسرطان الثدي الادويه اللي توفرت هي اللي محطوطه في البروتوكولات العالميه، يعني يعني لما حضرتك تبص على الجايد لاينز والاسترشادات الامريكيه والاوروبيه هتلاقي هي نفس الجايد لاينز او البروتوكولات العلاجيه اللي كانت موجوده او اللي موجوده دلوقتي وبتتبع في سرطان الثدي وفقا للمبادره الرئاسيه، وده شيء يدعو للفخر حقيقي، يعني لان ده خلى السيده بدل ما تقعد تشيل عبء او العيله تشيل عبء، طب انا هجيب التكلفه منين، هي بتروح بتوفر لها ده على نفقة الدولة. على نفقة الدولة؟ على نفقة الدولة يعني بالكامل. لا قدر الله لو حد بيعاني من هذا المرض يروح، أو يعني السيدات تحديدا في هذا النوع تحديدا اللي هو سرطان الثدي، ده علاجه على نفقة الدولة أول ما هتتشخص لحد ما هتتعالج بالكامل، مش هتدفع جنيه، كله على نفقة الدولة. طيب أنا برضو ببقى مشغول حبتين بالطريق، وده برضو نتيجة التجربة اللي كانت عندي مع بابا الله يرحمه، الطريقة بتاعة الدكتور لما يشخص ويتأكد، طبعا في الأفلام ويقول الخبر يروح قايل له بقى الخبر. فأنا ليا صديق عزيز جدا الدكتور هشام الغزالي، هشام حبوب، بس هشام تركيبته كده، يعني هو خلقته شخص لطيف ومهذب وجميل ويقعد يهزر وما يحسسكش ان في حاجه، وبعدين شفته هو بيتكلم مع الناس وهم في العياده، ما بيخشش جوه لكن بشوفه هو قاعد عمال بيهزر، الناس خارجه مبسوطه ومبتسمه، فانا حتى اقعد اضحك. في مره قلت له طب انت بتقول لهم ايه؟ قال لي كل حاجه وليها طريقه، هي المهم انك انت تطمنه. قلت له طب لو جاي لك في ستيج وحشه خالص يا هشام؟ قال لي برضه طمنه برضه. بالظبط. بتعملوا ايه يعني الدخله دي؟ هي الفكره ان احنا دايما، انا دايما حتى بقول الجمله دي، احنا الناس اللي دايما بنديليفر الباد نيوز، يعني دكاتره الاورام عامه، انت اللي بتقدر، انت اللي بتقول الخبر، فبالتالي لازم يبقى عندك الطريقه اللي تقدر توصل بيها المعلومه، بس مش بشكل صادم تخلي المريض يعني يكره المرض. انت عندك صراحه، لا لا لا، واللي بيميز الدكتور الشاطر على فكره من اللي مش شاطر، طبعا طبعا ان هو يبقى شاطر في مادته وفي علمه، ولكن كمان من جزء من دوت ان هو يبقى قادر يتعامل مع المريض، عنده كوميونيكيشن كويسه، بتقدر، مش معنى كده ان احنا نضحك على العيان طبعا لا، احنا بنوصل الرساله بس بالطريقه اللي يقدر يتقبلها ويبقى فعلا عايز يتعالج وفعلا بيثق فيك او بيثق في الدكتور اللي بيعالجه. يعني طيب انا النهارده او المواطن بشكل عام علشان يطمن على نفسه، احنا عندنا ثقافة بتاعت انا مش عاوز اسأل، يعني فحوصات اورام مش عامل،
تحاليل وحاجات، مش عامل، انا مش عاوز افتح على نفسي فتوحه، طالما انا ماشي كويس انا تمام. احنا اخرنا نعمل شويه فحوصات متعلقه بالقلب والدوره الدمويه والضغط والسكر وصوره دم كامله وسلام عليكم. ايه الثقافه الصح؟ انا لحد كان مثلا من كام سنه لما كان حد يقول لي دكتور حضرتك تخصصك ايه، اقول له انا استشاري علاج اورام، يا ساتر. بجد لحد ما بعد شويه الوعي والثقافه والتوعيه والمبادرات، والناس لما لقت ان لما بنروح بنخف وبنعيش حياتنا طبيعي، مهم قوي وبنتعالج، بنعيش حياتنا طبيعي، بنعيش حياتنا طبيعي، لما بنخف بنعيش حياتنا طبيعي زي اي مرض مزمن. اي مرض احنا عملناه وخدنا البروتوكول بتاعه وخلصنا بنقدر نعيش حياتنا طبيعي جدا بعد ما بنخلص. فعشان نقدر نوصل لده لازم نروح نكشف بدري، لازم لما احس باي حاجه لازم اروح للدكتور بدري، ما اخافش، لان كل ما خفت كل يوم بيعدي الموضوع بيتطور اكتر، الموضوع بيكون اصعب، علاجه بيبقى اصعب. فيعني بنقول للناس يعني يا ريت ان يعني ما تستنوش، كل ست فوق 18 سنه من فضلك روحي وافحصي نفسك واعملي الفحص الدوري ده بالمجاني تماما. الدوري ده بقى بيبقى كل قد ايه؟ الفحص الدوري ده، الفحص الدوري هي لما بتروح ده يعني على حسب في مشكله ولا ما فيش. يعني الفحص الدوري ده اللي نقصده ان احنا عند 18 سنه هي بتبتدي ان هي تروح علشان تعمل الفحص العادي. عند 40 سنه بتبتدي تعمل اشعه الماموجرام بصرف النظر عن ان في كتله او ما فيش. لازم بتروح تعمل الفحص الدوري لان الماموجرام. طب ليه انا بعمل وانا ما عنديش؟ لان الماموجرام بيقدر يطلع الحاجات اللي هي حتى ما بنحسهاش بايدينا، غير ملحوظه بالظبط كده. فبالتالي بننصح وده يعني بالمجاني تماما، وده جاي في كل ان شاء الله انواع الاورام لان دي تكلفات رئاسيه، ان ملف الاورام هو محطوط في الاولويات دلوقتي. طب قبل ما اطلع على الفاصل، الستات محظوظين في البلد دي؟ لا والرجاله جايين ان شاء الله حضرتك، يعني ما تقلقش المبادرات. لا جايه ان شاء الله. هل الرجاله برضه ليهم زي مراحل يروحوا يعملوا فيها فحوصات وحاجات زي كده؟ سرطان البروستاتا طبعا ده لازم بيتعمل التحليل دلالات الاورام بتاعته، ليه عمر معين عند يعني 50 سنه المفروض ان احنا نعمل 50 سنه يروح. فاهداف المبادرات اللي جايه ان شاء الله هي هتكون ان احنا الاستهداف للسيدات وللرجال ان كل حاجه نقدر نعملها فحص دوري للاكتشاف المبكر هنعملها، وباذن الله ان شاء الله تبقى على نفقه الدوله باذن الله. طب انا اساسا حضرتك هطلع فاصل وعايز ارجع بعد الفاصل على مساله ال 57 مركز دول موزعين في عموم الجمهوريه، بنعمل ايه؟ لو انا عايز يعني انا عايز افهم اكتر واساعد الناس انها تتشجع اكتر كده ويبقى قلبها جامد وتاخد بعضها وتروح، وفي النهايه خلاص هنخرج زي الفل في كل الاحوال، انت خارج زي الفل. خليكم معانا ونكمل كلامنا بعد الفاصل مع دكتور نيرفانا حسين، استاذ مساعد بقسم الاورام بكليه الطب جامعه حلوان. استنونا بعد اذن حضراتكم. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بدكتور نيرفانا حسين استاذ مساعد بقسم علاج الاورام بكليه الطب بجامعه حلوان ومقر لجنة العلميه للمبادره الرئاسيه لمكافحه الاورام. انا ليه بقول لك شد على كلمه المبادره الرئاسيه؟ اصل انا ما سمعتش الكلام ده خالص تقريبا من ساعه ما اتولدت، كلمه المبادره الرئاسيه لعلاج حد دي. والله خالص لعلاج اي حاجه يعني، ما ده سابونا مع فيروس سي لحد ما الكبد عندنا بقى سفنجه، حاجه مؤلمه. الحقيقة دي أحد المبادرات الرائعة، حضرتك عارف إن إن فيروس سي أصلا هو المسبب الرئيسي لسرطان الكبد. وإحنا في مصر إحنا الدولة الوحيدة اللي سرطان الكبد هو نمبر 1، يعني إحنا في معظم دول العالم سرطان الثدي مثلا نمرة 1، سرطان البروستاتا نمرة 1 في الرجال، إحنا الكبد نمرة 1، وكان للأسف ترتيبنا متقدم ما بين الدول في الإصابة بالنوع ده. بالظبط. فلما جت اتعمل المبادرة بتاعت الفحص الاكتشاف وعلاج فيروس سي، فأنت تباعا هتقلل نسب أورام الكبد المسبب، يعني أنت بتقلل المسبب لده. فالحقيقة دي كانت برضو من أحد المبادرات الناجحة جدا جدا يعني في إن احنا نقلل أورام الكبد. الحمد لله وشكرا لله. السبعة وخمسين مركز دول متوزعين في 27 محافظة؟ بالضبط، دول متوزعين عبارة عن 16 مركز بيتبعوا أمانة اللي هي المجالس الطبية المتخصصة، و 23 بيتبعوا أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هم المجلس اللي هم المستشفيات الجامعية، وستة بيتبعوا المعاهد التعليمية، و10 هيئة التأمين الصحي. فدول متوزعين في كل المحافظات، دول بقى مراكز الأورام.
يعني احنا لما بنتكلم على الفحص الدوري فبنقول ان ده موجود في الوحدات الصحيه اللي هم 3500 وشويه بالظبط كده 3538 بالظبط. لما بنقول ان في فحص متقدم في 102 مستشفى بتقدر تقدم ده. لما بنقول على مراكز الاورام فدي مراكز العلاج بقى، دي المراكز اللي تم التشخيص، مراكز العلاج اللي بتقدر يعني بتقدم. كمان مقسمها مراحل طبعا، يعني 3538 وبعدين ال 102 في مرحله بقى فيما بعد كده. وبعد كده بقى تخصص التخصص لاجل تقديم العلاج في ال 57 بالظبط كده. فالمراكز المراكز دي هي اللي بتقدر تقدم خدمات، سواء كان العلاج الكيميائي، العلاج الدوائي، العلاج الموجه، العلاج الاشعاعي. وفي حاجه جميله بقى كمان اتعملت في المبادره الحقيقه، المفروض ان احنا من زمان قوي بدانا ان احنا ما حدش بيشتغل لوحده، يعني دكتور الاورام ما بياخدش قرار لوحده، لازم بيرجع لدكتور الجراحه، لازم بيرجع لدكتور الباثولوجي، بيكلم دكتور الاشعه يقول له طيب انا شايف كذا. الكلام ده احنا كنا بنعمله قبل كده ودي بيننا وبين زمايلنا يعني. بعد كده بدات مراكز الاورام ان هي تشتغل باللي هي اللجان متعدده، اسمها لجان متعدده التخصصات اللي هي الام دي تي. ده اللي كنا نتفرج عليه في الافلام من زمان، يقولوا عملوا له كونسلت ودكاتره. ايوه بالظبط كده. جت المبادره بقى هي يعني الزمت ان ما ينفعش يترفع قرار بدون اللجنه متعدده التخصصات. رائع. فبقى ان لازم ان في كل مركز من دول لازم هيقعد دكتور الجراحه الاورام مع دكتور الاورام مع دكتور الاشعه مع دكتور الباثولوجي، هيبصوا على كل الاشعات وكل الفحوصات ويبصوا على المريض وياخدوا القرار ويمضوا عليه كلهم. ودي من يعني من غير الورقه دي مع بقيه الاشعات والحاجات ما ينفعش يترفع قرار ومش هيتوافق عليه. فبقينا الثقافه موجوده بس كنا بنعملها برضو اجتهادي، ان كل مركز عايز يشتغل كويس بيعمل كده. المبادرات الرئاسيه هي الزامت ده، لازم نقعد مع بعض عشان نقدر نطلع احسن قرار يفيد المريض. طيب الباثويز دي، يعني انا برضو انا داخل على 50 سنه فهروح اعمل كل حاجه، بس بس انا الجيل اللي هو ايه بيتخض من قصه انا مستني راي اللجنه، ده معناها بقى ان انا هقعد 9 سنين على ما اللجنه لا خالص خالص. احنا في لازم تقللنا الوقت تماما، ان ما بين العيان ما بيبتدي لحد ما يتشخص مش المفروض انه يكون عندي 30 يوم. فبالتالي انت ما بين بقى الاشعاعات والتشخيص والباثولوجي والكلام دوت يعني، فمفيش ويتنج ليست. حتى لما بنلاقي في اماكن فيها ويتنج ليست بنروح محولين العيان على مكان تاني ممكن يكون الدنيا فيه اهدى، بحيث ان قراراته تطلع على طول. قرار العلاج على نفقه الدوله بيطلع في خلال اسبوع، اللي هو القرار العلاج اللي بيتوافق فيه على بروتوكول العلاج. حلو. فبالتالي هي المبادره لا يعني مش مسموح فيها ان يبقى في اي تاخير. طيب برضو سؤال يتعلق بالمواطن والمشوره، ما انا برضو على قديم وصلي فببقى قاعد مخضوط طول الوقت. انا بقى كالمواطن ده هياخد بعضه وياخد الفحوصات ويروح للدكتور الفلاني بتاع اللجنه علشان يمضي له، والدكتور الثاني والدكتور الثالث والرابع والخامس والسادس، ولا الموضوع كله بيتم من عند حضراتكم؟ لا كله على السيستم ده، سيستم كل حاجه على أنا المريض. انا ما بشيلش الملف ايه اللي جوه الاشعات والتحاليل ومش هلف لفتي خالص، كل حاجه موجوده وبتتسجل على السيستم. يعني المريض لما بتروح تعمل الفحص الدوري بتتسجل على السيستم هو طلع ايه، لما بتروح تعمل الفحص المتقدم بيطلع على السيستم هو ايه. لازم كل ده بيخش داتا انتري، في ناس مدربه على مدخلين بيانات مدربين ان كل حاجه بتطلع بتخش على السيستم لحد ما ينتهي، لو في الاخر محتاج انه يتعرض في اللجنه بيتعرض في اللجنه. طب المواطن مثلا في المرحله خالص في البدايه خد بعضه وراح عمل الفحوصات في واحد من ال 3538 مركز، وحده صحيه وحده. طيب مين، هل هو ولا الوحدة اللي بتحيله للمرحلة اللي بعدها لا قدر الله في حاجة اللي هي المية واتنين مستشفى هما بالظبط كده؟ مين بقى اللي بيودي؟ الوحدة طبعا بتقول له بتروح في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. أنا ما بتدخلش كمواطن خالص، هو سيستم اوتوماتيك. أول ما بيخش الديتا إن إحنا عايزين نروح على الفحص المتقدم السيستم بيقول يروح فين، فبنتوجه المريض للمكان يروح فين ويروح إمتى وكل حاجة سيستم. يعني هو مكان المبادره هي مميكنه بالكامل. وبطبيعه الحال من ال 102 لل 57 نفس القصه، كل حاجه سيستمايزد، انا ماليش دعوه. بالظبط كده. طب ده كلام كويس جدا. طيب يجي برضو في بالي مجموعه من بصي صححيني لو انا بسال اسئله مش في الجول. طبعا.
هل في حاجة هي اللي بتؤدي للإصابة؟ يعني أنا كده مثلا فاهم أنه فيروس سي يؤدي إلى أحيانا كثيرة جدا في الأغلب الأعم إلى الإصابة بأورام الكبد، هل في حاجة إحنا في حياتنا بنعملها غلط ما تؤدي إلى إصابة بسرطان قولون، بسرطان المعدة، وهكذا؟ في عوامل عالية الخطورة بنسميها ريسك فاكتورز، دي بتكون من مسببات السرطان، فدي احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبعد عنها علشان نحاول ان احنا نقضي على المسببات بتاع السرطان. اولهم طبعا التدخين، التدخين بجميع اشكاله وانواعه، سواء كان المدخن نفسه او التدخين السلبي. التدخين هو سبب رئيسي واساسي في سرطان الرئه والحنجره، فلو قللنا وبعدنا، مش قللنا، امتنعنا عن التدخين، فاحنا هو مش بس في سرطان، يعني لو حضرتك بصيت في المسببات بتوع تقريبا معظم انواع السرطان هتلاقي التدخين سبب طبعا. بس هو سبب رئيسي في الرئة والحنجرة. الأكل اللي فيه زيوت مهدرجة والأكل الغير صحي والفاست فود، كل ده بيؤدي إلى أنواع من السرطانات. السمنة، السمنة عامل ومسبب وعامل خطورة عالي جدا في سرطان الثدي مثلا. الكحوليات. فبالتالي بنحاول بقدر المستطاع أن احنا نتبع نظام صحي في حياتنا. كل ما عملنا ده، كل ما حاولنا ان احنا نقلل عوامل الخطوره المسببه للسرطان بشكل عام. انا مش هقدر اعمل وقايه كامله، لان في بعض الافي عوامل جينيه، في اسباب كتير ممكن انها تؤدي الى السرطان، لكن بتكلم على الاقل نعمل اللي احنا عارفينه ان هو بيسبب السرطان. هي دي الامتناع عن التدخين، ناكل صحي، نعمل رياضه، نحاول ما نبقاش دخان. لو قدرنا ان احنا نعمل ده على الاقل، يبقى الجزء بتاعنا احنا قمنا بيه علشان نحاول بقدر المستطاع ان احنا نقلل نسب الاصابه من السرطان. طب انا عندي برضه سؤال تاني يبدو غريب. كل حاجه بامر ربنا سبحانه وتعالى يقدرها كيفما شاء. هو ايه اللي يجيب لعيل صغير سرطان؟ ده ما تعرضش لحاجه وحشه يعني، ولا كحوليات، ولا مثلا بيعك في الاكل قوي، ولا بيدخن ده بالتاكيد، ومثلا ممكن تلاقي اطفال عندهم لوكيميا، اطفال عندهم ايه؟ لا، هو فكرة السرطان أو الورم الغير حميد، هو بيحصل تحور أو بيحصل فيه مشكلة في الخلية، فبتبتدي أن أدائها يتغير وتتكاثر وتؤدي إلى السرطان في الآخر. إيه اللي سبب ده؟ في أسباب كتير قوي، في حاجات منها معلوم وفي حاجات منها غير معلوم. حتى الآن. فإحنا ليه ده بيحصل؟ هو حصل يعني خلل معين أدى إلى حدوث السرطان، أو بيبقى فيه تحورات جينية حصلت أدت إلى حدوث السرطان. كل ده يعني فيه أسباب، زي ما بقول لحضرتك، في حاجات إحنا بنعرفين أسبابها وفي حاجات تبقاش عارف هي حصلت ليه. هل صحيح زي ما بيتقال إنه ممكن يبقى السرطانات أحيانا مرتبطة بالتاريخ المرضي عائليا؟ طبعا في كثير من السرطانات بتبقى مرتبطه بتاريخ المرض. سرطان الثدي مثلا ده بيبقى التاريخ المرضي، لو في تاريخ مرضي للام او للجده او القرابه الاولى للسيده يعني. دايما بنأكد ان احنا حتى لما بنبتدي الاشعاعات بتاعتنا بنبتدي عند 35 مش 40، لان وجود عامل وراثي بيخلي ان احنا دايما بنأكد على البنات او الناس اللي في القرابه الاولى ان هو يلتزموا بالفحص الدوري ونعمل الكشف بتاعنا وهكذا. القولون خصوصا لما بيجي في مريض مثلا في سن بدري، ده بيبقى في البنكرياس، بيبقى في عوامل جينيه، يعني في انواع من السرطان بترتبط طبعا بعوامل الوراثه او وجود تاريخ مرضي في العيله. ربنا يقدركم وتعالجوا على قد ما تقدروا وتكتشفوا علاجات جديده على قد ما تقدروا. يا دكتور نورتينا وشرفتينا، وعارف ان الدنيا تلج. لبست الجاكيت بقى، ما لبست دكتور نبانا جابت الجاكيت، انا مش قادر اكمل في التلج عشان تصدقوني اما اقول لكم الدنيا هنا برد موت. نورتينا جدا وشرفتينا، وربنا يقويكم جميعا حقيقي يعني، وتساعدونا اكتر واكتر. الف الف شكر ليك يا دكتور. كل الشكر لدكتور نيرفانا حسين، استاذ مساعد بقسم علاج الاورام بكليه الطب بجامعه حلوان، ومقرر اللجنه العلميه للمبادره الرئاسيه لمكافحه الاورام. خلصت الحلقه لحد كده، خلصت الاسبوع او خلص الاسبوع بالنسبه لي. خلونا نستاذنكم في ان احنا هنختم الحلقه، ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، اما العبد لله فيكون موجود معاكم إن شاء الله إذا كان لنا العمر يوم السبت وبرنامجكم التاسعة. سلامات.